نهني النساء في العالم كله ونهني المرأة التركية في هذا العيد. المرأة هي نصف العالم والنصف الآخر يتربى بين أحضانها، ولذلك لا نهضة بدون المرأة. ينبغي أن نقدم النموذج النسوي حتى لا يبقى المدافعون عن النساء هم الرجال، وإنما المرأة هي التي تتولى الدفاع عن حقوقها. في البرلمان التونسي الآن هنالك 62 امرأة نائبة، منهم 42 إسلاميات ينتمون لحركة النهضة، ومن بين 89 نائب هم جملة نواب حركة النهضة في البرلمان نصفهم نساء. ولذلك قدمنا نموذجا حيا للمساواة. العالم الإسلامي لا يزال ضعيفا، وبقدر ما يتقوى بقدر ما يقترب من الوحدة. شعوبنا لا تزال تشعر بالوحدة الإسلامية، ولكن الاستعمار فرض تقسيم الأمة على حوالي 60 دولة، والدليل على أن الوحدة الإسلامية لا تزال في قلوب المسلمين أنه عندما حدث في البوسنة الاضطهاد أصبح المسلمون كلهم يعرفون البوسنة ويعيشون وكأنها تعيش في حياتهم. الذي ينقصنا هو الحرية حتى نتوحد. الذي نحتاجه هو نشر الديمقراطية في الأمة الإسلامية، لأن ما دامت الأمة موحدة قلوبها موحدة، الذي يمنعها من الوحدة هم هي الدكتاتوريات الظالمة. ولذلك عندما حدثت الثورة في تونس وأصبح النظام ديمقراطي حصل تقارب كبير مع النظام الديمقراطي في تركيا.